السلام عليكم، معكم الكوتش اسوكا حسن. كم جلسة كوتشي تحتاج كل كوتشي؟ صراحة هذا يعتمد على عدد الجلسات، على طبيعة المشكل أو المشكلة أو الهدف المطلوب من الجلسة. تنصح كل كوتش باش تكون واحد الجلسة تعريفية، بعدها تقوم بإعلام الكوتشي بعدد الجلسات المتوقع احتياجها باش نوصلوا للهدف الخاص بذاك الكوتشي.